عصام في المهم مدير مهرجان أرض كارطة. أول حاجة شكرا على الحضور ديالكم. احنا اكتوالمون في الدوره التاسعه ديال فيستيفال انترناسيونال ار دو كارتون اللي دار اول مره في مدينه سلا الرباط. هذه بالنسبه لنا اكسبيريونس جديده وسي ان تشالنج بالنسبه لنا، حيت حنا كتعرف الجميع ار دو كارتون دار بليزيو اديسيون ما بين كازا اكادير. دونك ملي تخرج من لا زون دو كونفور ديالك تحاول دير بزاف ديال لي زيفور باش انك دائما تيفيتي اي تيب ديغ. وحنا كنبغيوكم، يعني حنا بلا بكم ما نقدروش نكونوا، بلا حب الجمهور ما نقدروش نكونوا. فلهذا انا جد سعيده اني اليوم تكرمت في الدوره التاسعه للقبطان ديال ارت ديال هبطون. شكرا عصام الفيلالي، شكرا لكل الجمهور اللي كان اليوم عندنا وحاضر معنا. كنقول لهم شكرا من هذا المنبر. مغربي ولا عالمي، يعني ما معروف عند كل المجتمعات، وكان لبسوا دائما يعني في داري في مصر ومع اصدقائي، ودايما كيعجبهم الحقيقه. كنحس براسي اني دايما كنكون متميزه يعني مع الاصدقاء ديالي، خاصه انه كيخصني. يعني انا دايما كنلبسوا في سواء في المغرب او برا المغرب، كنحس انه دايما كنكون متميزه في اي حفله، في اي المغرب كيلبسوه يعني الاجانب، وكيلبسوه اصدقائي اللي ماشي مغاربه، ولكن دائما كنحسوا هذه الحاجه اللي ديالنا. يعني كنفرح مني كيكون يعني شي حد لابس قفطان وكيعجبو ويكون شي حاجه كتخص بلادك، يعني فلذلك انا دائما حريصه كنلبسو لانه شي حاجه مشرفه، وفوق هادشي انه مغربي. فرحان بالتواجد ديالي بار دو كافطون مع فنانين كبار وفي الدوره التاسعه ديالو، خصوصا انه كيحتفي بالقفطان المغربي. وسعيد انني غادي نكرم ستيليست المغاربه انني نكون موجود في هذا التكريم الرائع ديالو. والحضور ديالي اليوم، انا فرحان على هذا النهار اليوم، اول مشاركه عندي معهم، وكنتمنى الله نكون عند حسن الظن ديالهم. وهادشي تبارك الله العظيم جميل، والخفطه المغربي ديما داير صدى في العالم الحمد لله، وكنتمنى ان شاء الله يكون الاستمراريه ديما ان شاء الله في المستقبل. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربي وفقنا، وان جوسكا بريزون اللهم لك الحمد كلشي دايز كيف ما تمنينا. وتاد ليديسيون سي اون ايديسيون لي سبيسيال لي ابار مدينه جديده، مي لو تيم اللي خدمنا به سي ليبوك هيستوريك. حتى في لابيلو ستيليست اللي هضرنا مع لي ستيليست ديالنا، تبازينا معاهم على حساب لو تيم اللي خدامين عليه، يعني جميع التصاميم سا ماتش بيان افيك ليفينمون ديالنا. ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، حتى من ناحيه البلاطو ارتستيك، سي ان بلاطو ارتستيك اللي هو جديد بحال جنه مهيد، حميد القصري، زكريا غفوري، زينه الدوديه. ونتمنى ان يدوز امور بخير وعلى خير، وكلشي ينال الاعجاب ديال الجميع ان شاء الله باذن الله. أنا من المتابعين ديالو من شحال هادي، ودائما كيجيب لنا الجديد والقديم ايضا، ما كينساوش القفطان ديال القديم ديال اجدادنا واللي كنعرفوه، ودائما كيفاجئنا بمصممين جداد او تصميمات جديده، افكار جديده يعني وصلت للعالميه. وهذا شيء كان نفخر به ان عندنا القفطان متطور بهذه السرعه وبهذا الشكل. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.